يا شيخ انا تعلق قلبي ببنت وسويت كل اللي فيه اللي كل انسان بيسويه يعني بس للاسف يعني كل الابواب اغلقت امامي يعني سويت كل حاجه بس للاسف كل الابواب اغلقت فالان انا في حيره يعني انا لي يعني سنتين وعيني تدمع في كل ليله وانا ساجد وانا ادعي ان الله يصلح الامور ان الله يرجع الامور او ان الله يقنعني منها بس يعني لحد الان وانا في حاله يعني يرسى لها فانا الان في حيره هل انا استمر ادعي ان الله يفتح الابواب كلها هذه وظني بالله كبير انه يعني هو الوحيد القادر اللي يفتح هذه الابواب فهل هذا الشيء ان انا لو استمرت ادعي هل يعتبر انه رفض لقدر الله والعياذ بالله يعني يعني أنا سنتين بصراحة وعيني تدمع في كل ليلة وفي كل سجدة وفي كل دعاء وفي كل صلاة ليل طيب يعني أنا بصراحة